معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا سيد نظير النداوي المحلل السياسي من اسطنبول. مرحبا بك استاذ نظير. نبدا من معركه الفلوجه الاولى 14 سنه مرت على وقوعها، ما الذي تغير في الواقع العراقي في طيله هذه السنين؟ يعني حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني لم يتغير الشيء الكثير على يعني واقع الحال في العراق، فما زال الاحتلال الذي قاد معركة الفلوجة ضد الثوار الذي كانوا في الفلوجة، ما زال تلك القوات موجودة حاليا، كذلك يعني الحكومة التي في حينها كانت ذيلة للاحتلال ما زال هو نفس نظام الحكومة اللي موجود في بغداد حاليا، لم يتغير كثيرا من واقع الحال، إلا أن هذه المدن كالفلوجة وغيرها من المدن الآن وصل الحال إلى تسويتها في الأرض، ويعني حرق الحجر والبشر في كثير من المدن. لم يقتصر الموضوع على الفلوجة، إنما أصبح يعني طال الكثير من المدن كالموصل ومدن ديالة وصلاح الدين، أصبح الدمار على نطاق أكثر يعني بشكل واسع أكبر. طيب سيد نظير، مجلة الإيكونومست البريطانية ذكرت أن العراقيين يعني يشككون في نشر الديمقراطية في بلادهم، إذن هل فشلت الولايات المتحدة في الترويج لوجودها وحتى لمشروعها في العراق والمنطقة بعد كل هذه السنين؟ يعني كان أحد الأهداف اللي تعلن عنها الولايات المتحدة خلال غزوها العراق أنها تريد أن تقضي على الدكتاتورية وتنشر الديمقراطية في العراق وفي بلدان المنطقة، لكن واقع الحال أن النظام الديمقراطي الذي يدعوه وأسسوه في العراق هو أكثر قسوة وأكثر لعنة على شعوب المنطقة من الدكتاتوريات نفسها. يعني هذه الديمقراطية التي يدعوها جاءت يعني بالطائفية، جاءت بتفتيت البلدان، جاءت يعني حربها للرأي العام وحرية الرأي والتعامل مع الناس على شكل طبقي وطائفي، فأي ديمقراطية التي يدعوها. ولكن هناك يعني لا يوجد أي هناك ترويج يعني غربي بخصوص الانتخابات المقبلة، ما الغرض من هذا الترويج الغربي في إظهار حالة من التفاؤل عبر الانتخابات المقبلة، لا سيما أن النتيجة محسومة والوجوه لن تتغير في العراق؟ هذا الأمر الآن هم يروجوه على أساس أن في خلال هذه الانتخابات القادمة سيحاولون الحد من النفوذ الإيراني المتوغل يعني على الحكومة العراقية وعلى كل مفاصل الحياة في العراق، لكن واقع الحال يدل على شيء آخر مختلف. يعني ما زال النفوذ الإيراني هو الأقوى والذي دخل إلى العراق من خلال البوابة الأمريكية ومن خلال الاحتلال الأمريكي. الآن تحاول الولايات المتحدة التخلص من النفوذ الإيراني ولكن لا جدوى، يعني هم رهانهم الآن كله على يعني العبادي وبعض الأطراف السياسية لتشكيل حكومة تكون يعني بالضد من النفوذ الإيراني، لكن حقيقة الأمر أن ما تقوم به إيران هو يعني أعمق بكثير مما تقوم به الولايات المتحدة، وأنا يعني أقول شبه متأكد أن النتائج التي ستسفر عليها هذه الانتخابات لا تختلف عن النتائج التي حدثت في الانتخابات السابقة، ستكون النتيجة موافقة لما تريده إيران وليس ما تريده الولايات المتحدة. إذن ماذا عن الشارع العراقي في ظل هذه التظاهرات المستمرة؟ هل يمكن المراهنة عليه لتغيير هذه الطبقة السياسية؟ والله الشعب العراقي كله يعني في قرارة نفسه، يعرف أن العملية الانتخابية أو كل هذه الممارسات التي تحدث ما هي إلا مسرحية لإضفاء الشرعية على المؤسسة الحكومية التي ستظهر، ولكن الشعب العراقي يعني نحن نحمله أكثر ما يطيق. الآن الشعب العراقي شعب أعزل، لا توجد له الآن قيادة شعبوية ممكن تستطيع قيادة كل هذا الحراك لنسف هذه العملية السياسية،
الآن الشعب العراقي في أصعب حالاته، هو لا يستطيع أن يمرر إرادته الحرة في انتخاب من يريده، ولكن يعني تتقاذف الأمواج ما بين النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني. يعني ربما ستكون أوضح رسالة يقدمها الشعب العراقي هو العزوف عن هذه الانتخابات والطعن بالشرعية الانتخابات من خلال العزوف الشعبي عنها. يعني لو هذه الانتخابات كانت نسبة المشاركة فيها أدنى من 10%، فمن المستحيل عالميا أن يتم التعامل مع حكومة أفرزتها انتخابات لم تكن المشاركة الشعبية فيها أقل يعني أكثر من 10%. نعم، يعني يفت شرعية هذه الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول هاتفيا السيد نظير النداوي المحلل السياسي.